من أكبر الأسباب اللي بتخلي ناس كتير جدا تترفض في المنح، وخصوصا برامج التبادل الثقافي أو برامج الأمم المتحدة أو الفرص اللي هي بيكون فرص تطوعية في الخارج، إنها ما عندهاش خبرة تطوعية في بلدها الأم في مصر أو في أي دولة عربية. وبالتالي في الفيديو ده إن شاء الله هشارك معاكم خمس حاجات لو عملتهم هتزود الفالنتيرنج اكسبيرينس بتاعتك، وهيبقى عندك خبرة تطوعية كبيرة جدا تحطها في السي في علشان لما تقدم في فرصة زي مثلا سوسي أو جلوبال يو جراد أو فرص الأمم المتحدة أو فرص إيراسموس أو إي إس سي اللي هي بتاعت خدمة التطوع الأوروبية، يبقى عندك سي في قوي جدا وتتقبل فيها بإذن الله. لو عايز تعرف إيه هم الخمس فرص دي شوف الفيديو ده لحد آخره. معكم عمرو رمضان وحلقة جديدة من سفير المنح. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلامه وفي احسن حال. انا عمرو رمضان وانت بتتفرج على برنامج سفير المنح. النهارده هنتكلم على خمس انواع من التطوع. خمس انواع دولت لو انت عملتهم هيساعدك بشكل كبير جدا انك تزود الخبره التطوعيه بتاعتك، ولما تزود الخبره التطوعيه بتاعتك ويكون عندك سي في تطوعي كبير جدا ده هيساعدك انك تتقبل في فرص تطوعيه بالخارج، او هيساعدك انك تتقبل في برامج تبادل ثقافي اللي هي تبع السفاره الامريكيه او تبع الخارجيه البريطانيه او whatsoever. فعايزك تركز معايا كده وتجيب ورقه وقلم وتركز في اللي انا هقوله. اول حاجه، ودي كانت حاجه مهمه جدا واثرت في شخصيتي جدا، نماذج المحاكاه او ما يسمى بالسيميوليشن مودلز. لو انت في جامعه او انت طالب في الثانويه هتلاقي غالبا صنف في القاهره او اسكندريه يعني وكده، هتلاقي عندك حاجه الفرص لنماذج محاكاه. انا مثلا تطوعت في نموذج محاكاه الاتحاد الاوروبي، كنت في البرلمان الاوروبي زي ما انتم شايفين كده في الصوره دي. فانا كنت متطوع في 2014 في البرلمان الاوروبي في نموذج محاكاه الاتحاد الاوروبي، كان في مكتبه اسكندريه، وكان من افضل الفرص بالنسبه لي ان انا اتكلم بالانجليزي عن قضايا دوليه وقضايا بتخص الاتحاد الاوروبي، قضايا خاصه بالمناخ، قضايا خاصه باللاجئين، هندخل قوات من حلف الناتو، عارف هو قضايا كبيره جدا وانت بتتكلم عنها زيك زي الناس الكبار او الناس المسؤولين. فده بيخليك عندك الشجاعه، بيخليك عندك الجراه، وطبعا بيقوي السي في التطوعي وبيزود طبعا معلوماتك عن العالم. فانصحك انك تخش في حاجه زي مثلا MEU MUN، حاجات بتاعت نماذج الامم المتحده، نماذج محاكاه الامم المتحده، حاجات زي EDP، حاجات زي MOIC. فلو انت في اي محافظه حاول تدور على نماذج المحاكاه، خصوصا نماذج محاكاه الامم المتحده والاتحاد الاوروبي، البرلمان البريطاني، الكونجرس الامريكي، الحاجات دي بتكون مفيده جدا وبتثقل مهاراتك القياديه. الحاجه الثانيه هي اتحادات الطلاب او الستودنت يونينز والاسر الطلابيه. يمكن وانا في كليه صيدله 5 سنين كنت منغمر جدا في النشاط الطلابي، كنت رئيس اسره اسمها اسره الصفوه عندنا في كليه صيدله، وكنت مهتم جدا الاسره دي تبقى بتعمل انشطه كتير جدا وبتخدم الطلبه. دخلت اتحاد طلاب كليه صيدله واتحاد طلاب الجامعه، كنت رئيس اللجنه الثقافيه العليا في اتحاد طلاب جامعه اسكندريه. فمهم جدا انك لو عندك فرصه انك تترشح ويبقى وتاخد اصوات والحاجات دي وكده، ده بيفرق معاهم انك كده معناه انك شخصيه قياديه، حصلت على ثقه زمايلك، في ناس انتخبوك، حتى لو كانوا طبعا كاتحاد طلبه او حاجه ممكن تحسها ان هي بسيطه، ولكن ده بيفرق جدا معاهم. فلو عندك فرصه انك تترشح في انتخابات اتحاد الطلاب، اترشح في انتخابات اتحاد الطلبه على مستوى الكليه او الجامعه، خليك رئيس لجنه، اعمل انشطه طلابيه، خش في اسر طلابيه او تيمات طلابيه. فدي من الفرص اللطيفه جدا ان انا انصحك بيها. وطبعا في بعض الحاجات زي إناكتس مثلا، من الحاجات اللطيفه جدا موجوده في كل الجامعات، ده يعتبر نشاط طلابي. حاجات زي الجمعيات العلميه، زي مثلا احنا في كليه صيدله عندنا حاجه اسمها EPSF Egyptian Pharmaceutical Students Federation او الاتحاد الدولي بتاعها اللي هو IPSF. في مش عارف مثلا في كليه الطب في جمعيه علميه، في كليه هندسه IEEE. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه، مهمه جدا 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 انك تشارك فيها في فتره الجامعه، سواء تيمات طلابيه، اسر طلابيه، اتحادات طلبه، الحاجات دي مهمه جدا. الحاجه الثالثه ودي حاجه مهمه جدا هي برلمانات الشباب. وزارة الشباب المصرية عندها برلمان شباب في كل محافظة، في برلمان شباب مصر، فمهم جدا انك تكون عضو في مركز شباب، ومن خلال انك عضو في مركز شباب تقدر تترشح لبرلمان الشباب وتكون عضو بقى برلمان شباب مثلا حي شرق مثلا او حي المعادي او واتسو ايفر، بعدين كده تبقى مثلا برلمان شباب اسكندرية، بعدين برلمان شباب الجمهورية. فالحاجات دي بتديك دور قيادي، بتخليك عندك معرفة بالمشاكل اللي بتمر بيها البلد او المحافظة او الحي بتاعك. فدي طبعا تجربة انا خضتها، كنت برلمان شباب اسكندرية وكانت تجربة لطيفة جدا. الحاجة الرابعة هي وجودك في الجمعيات الخيرية، وده حاجة مهمة جدا ليك، انك مش بس عشان تتقدم على منح او كده، ولكن طبعا ان هو بيخليك عندك احساس بالمجتمع. فمهم جدا تتطوع في حاجات زي رسالة وصناع الحياة او مصر الخير او الأرمان، او يعني بدون دعاية يعني اي مؤسسة من المؤسسات، مؤسسة مرسال مثلا، مؤسسات برضو لطيفة جدا يعني وكده، عشان مثلا تعمل تسقيف بيوت، توصيل مياه، شنط رمضان،
في برضو بعض المشاريع في صناع الحياه بتبقى لطيفه جدا، ان هو مشروع انسان، انك بتحاول مثلا محو الاميه او ازاي تعلم مثلا اطفال في مناطق مهمشه او الحاجات دي، فدي بتبقى تجارب لطيفه لو كمان بس مش حاجات اغاثيه ولكن حاجات كمان تعليميه، فده هيكون حاجه لطيفه جدا انك تعملها. فانصحك ان في فتره الكليه تتطوع في حاجه خيريه. الحاجه الخامسه هي برامج الثقافيه اللي موجوده تبع المراكز الثقافيه الاجنبيه في مصر، ودي ناس كتير جدا ما تعرفش عنها، بس مهم جدا انك يكون عندك دراية بيها. كل مركز من المراكز الثقافية الأجنبية، طبعا الحاجات الكبيرة يعني وكده، بيبقى عنده بعض البرامج المشهورة. فمثلا المركز الدنماركي عنده مشروع سفراء الحوار. مشروع سفراء الحوار من اكتر التجارب، انا هحط لكم طبعا اللينك بتاع الصفحه بتاعتهم، من اكتر التجارب اللي اثرت حياتي التطوعيه. انا بقالي اكتر من 7 سنين متطوع فيه، من 2014 2013، وأثر فيا بشكل كبير جدا وغير تفكيري عن العالم وعن الحياة وعن المجتمع. برضو اشتركت مع مركز الحوار الدنماركي في مشروع اسمه Civic Participation أو المشاركة المدنية، فده برضو مشروع موجود بيعمل كامبس على طول. هتلاقي مركز اسمه ديدي أو Danish Egyptian Dialogue Initiative، ده مركز تبع الدنمارك بيعملوا مشاريع كتير جدا ممكن تشترك معهم. الحاجة التانية هتلاقي عندك البريتش كونسل. البريتش كونسل برضو من المراكز الثقافية الأجنبية اللي بتعمل مشاريع عظيمة جدا، أشهرهم مشروع اسمه Active Citizen، ده أنا شاركت فيه ووصلت فيه للزيارة الدولية، كانت من متطوعين من 8 دول كانوا هنا في مصر، فده طبعا مشروع عظيم جدا. في ناس طبعا سافرت بريطانيا، انا كنت هنا في المشروع هنا في مصر، فهو مشروع لطيف جدا بيوصلك بيعلمك ازاي تعمل مبادره اجتماعيه، ازاي يكون عندك سوشيال انيشيتيف وهكذا، فده تبع المركز الثقافي البريطاني. طبعا معهد جوتا برضو عنده كثير جدا من المشاريع التطوعيه والانشطه الثقافيه. هتلاقي برضو حاجه اسمها Education USA تبع امريكا، عندهم انشطه كتير جدا. في مركز اسمه American Corner برضو تبع السفارة الأمريكية، عندهم أنشطة كتير جدا خصوصا أنشطة للبنات زي المينترينج واك وحاجات كتير مختلفة. هتلاقي المركز الثقافي الفرنسي الفرنش انستيتيوت، هتلاقي برضو المركز الثقافي الألماني أو يعني السفارة الألمانية عندهم برنامج اسمه كروس كولتشر، ده بس ده بيبقى سفر للخارج يعني وكده. هتلاقي في يعني كل السفارات أو كل البرامج عند كل المراكز الثقافية الأجنبية عندهم بعض الفرص ممكن تشترك معه. طبعا المعهد السويدي Swedish Institute اللي كان في اسكندريه بس هو قفل، كان فيه برضو برامج كتير جدا، حاليا بيشتغلوا مع السفاره السويديه. فكل المراكز الثقافيه دي عندهم بعض البرامج اللي ممكن انت لو دخلت على الصفحات بتاعت السفارات الاجنبيه دي ممكن تشترك معاهم وتكون بتعمل حاجات دي وانت في مصر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا رب يكون فرصه انه يساعدكم انكم تتطوعوا. التطوع طبعا حاجه عظيمه جدا، مش بس عشان المنح ولا الفرص والله، ولكن هو هيغير في شخصيتكم وهيخلي شخصيتكم افضل وهيساعدكم انكم تفهموا الحياه بشكل احسن. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد منه، لان كل شخص يستحق فرصه، سواء فرصه للتطوع او للعمل او الدراسه. وكمان ما تنساش تعمل لايك لان دي الحاجه اللي هتوصل الفيديو ده للناس اكتر. ولو انت حاببنا نتكلم على اي موضوع اكتب لنا ده في الكومنت، ان كل الفيديوهات اللي بنعملها بتكون بناء على رغبة الجماهير. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونشوفكم في حلقة جديدة من سفير المنح.